شأن الله أعظم من ذلك، لا يسأل عما يفعل. أنت تعلم أنك لست مؤهلا أن تسأل سؤال اعتراض لإنسان منك أعلم بشيء الذي تسأل فيه، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني أتظنون أحدا عاقلا يفعل الآتي؟ أن يكون جاهلا بالطب كحالتي، فيدخل على جراح مشهود له بالبراعة في شيء دقيق كجراحة الدماغ مثلا في أثناء العملية، ما يقول له كيف تفعل هذا، هذا غلط، المفروض تفعل كذا. ما ظنكم أن يكون جوابه؟ من أنت؟ يعني من أنت حتى تسأل معترضا، صح ولا لا يا جماعة؟ أو يدخل على طيار أثناء الرحلة وهو عامي جاهل بالطيران، ما درس ولا عرف، هذا الذي أمامه طيار متمكن، يقول له أنت ليش تضغط هذا وليش تفعل كذا وليش تحرك هذا، هذا ما هو صحيح، لا ينبغي عليك أن تفعل هذا، يعارضه ويحاسبه. هذا فعل عاقل يا جماعة؟ هذا وهو مخلوق مثله، هذا وهو من المحتمل أن يكون مخطئا بالفعل، صح ولا لا؟ يصيب ويخطئ الإنسان، فكيف يتجاوز الإنسان قدره وحده فيسأل معترضا ربه وهو الذي سبحانه وتعالى لا مقارنة بحال البتة بين علمه وعلم هذا المخلوق، بل بين علمه وعلم جميع المخلوقين، ما علمي وعلمك كما يقول الخضر لموسى عليهما السلام إلا كنقرة هذا العصفور من هذا البحر. قال بعض أهل العلم إن النسبة بين علم الله وعلم المخلوقين جميعا كالنسبة بين لا شيء وما لا نهاية له. ثم بعد ذلك تريد أن تسأل سؤال اعتراض لربك سبحانه وتعالى، هذا لا سبيل إليه.